دي طريقتك. كنت قلت لي برضو في الأول إن إحنا مع التغذية السليمة بنحافظ على الزلال اللي موجود في المفاصل، السائل الزلالي. السائل الزلالي. اشربي مية كتير. أشرب مية كتير. تراجع أوتوماتيك. راجع أوتوماتيك، ما فيهاش يعني. سبحان الله، الناس اللي بتنسى تشرب مية، كل وظائف الجسم بتتأثر وما بتديش البرفورمانس بتاعها او ما بتديش الاداء بتاعها بطريقه مظبوطه من قله شرب الماء. من كلى الكبد للجهاز الهضمي طبعا، للبشره، للسائل الزلالي اللي بنتكلم عليه كله. ابسط حاجه في الدنيا، ما تكلفش اي حاجه. دايما تعودي نفسك تمشي بطريقه مظبوطه، دايما تعودي نفسك ان في ايديكي ازازه ميه.